طيب كإدارة نادي الزوراء راضين على وضع الفريق لغاية الجولة أبداً. العاشرة؟ شوف احنا شوف اذا نقول راضين فاحنا ايضا يعني معناها قابلين بكل الحالة، بس احنا نشتغل مثل ما يقول علميا مع الإخوان اللي موجودين، احنا نشتغل إدارة والجانب الفني ما اعتقد يوم للأيام قال انه الإدارة تدخلت في مسألة اختيار او ابعاد لاعب من اللاعبين، والجانب الاخر اللي هو جانب فني اساني مالي نحلل فنيا، بس الإدارة لها رأي، راضية على النتائج؟ سبع تعادلات وثلاثة فوز، احنا عندنا 10 لعبات 3 من فوز 7 تعادل، يعني خسرانين 14 نقطة تعرف انت، وبيننا وبين الأول احنا فرق قليل جدا، احنا مركز خامس 16 نقطة ومركز الأول 20 نقطة، فأعتقد أيضا كل الفرق ده تعاني صراحة مو بس الزوراء، بس إحنا عندنا شوف إحنا عندنا قناعة أن الإدارة تشتغل في الجانب الإداري والجانب الفني يشتغل بالجانب الفني والجمهور. عندكم لجنة فنية تراقب العمل؟ عندنا لجنة فنية، خلي أكمل لك، وعندنا أيضا جمهور آخر يراقب ويتابع هذه الحالة، فكل واحد يعرف حدود عمله، عندنا إدارة منضبطة وجانب فني منضبط وأيضا جمهور منضبط ومحب. أنا أعتقد هذين الثلاثة لو كانت يعني احنا صراحه كنا سابقا مو بس نفوز بلاعبينا، نفوز بجمهورنا راح اتحدث عن دخول الجمهور. المحلل الفني وابن الزوراء يقول هناك فكر عقيم في اداره او توظيف اللاعبين. لا مو قلت لك اني ما راح، انتم تسمعون الراي الفني لو ما تسمعون، اني ما راح اتدخل في هذا الجانب الفني، لان هذا الفكر الفني ممكن ان يضع المدرب، بس تقولي راضي عن اداء اللاعبين وعن ما المفروض يقدمون بعد اكثر. جيد، المفروض شخصنا المشكله وضعتم حلول كاداره لهذا الفريق. اكيد اكو حلول. شوف احنا هسه احنا مو من الادارات اللي تستعجل في قرارات كثيره جدا. الجمهور عاطفي جدا، والجمهور يعني يريد نتيجه، ما يريد ان اليوم الزوراء يكون حاله هكذا، واحنا ايضا دنشوف الحاله مال الفريق ايضا حاله مو ديش الحاله اللي ممكن ان تكون صحيحه. عندنا لاعبين محترمين جدا، 7 لاعبين من المنتخب مع الزوراء، اكثر من 7 بالضبط من المنتخب والمنتخبات الاخرى بحدود يعني الفئات الاخرى، يعني 11 لاعب بالضبط. وين المشكله لاعب؟ المفروض تكون يعني الاداء مالتهم قمه في الاداء.